نينوى عاصمة الإمبراطورية الآشورية التي حكمت العراق لقرون عديدة، وتضم مواقع أثرية مهمة كالساسانية والكلدانية وغيرها، فضلاً عن آثار الفتح العربي الإسلامي كمدينتي النمرود والحضر، وتعتبر الموروث الإنساني والحضاري العريق. يوجد في مدينة الموصل عدد كبير من الآثار العراقية تعود إلى الحضارة الآشورية وإلى حضارات أخرى مختلفة، آخرها الحضارة الإسلامية والحضارة الحضرية. الموصل هناك عدد من الممالك المهمة أو الأثرية المهمة في هذه المدينة، وشواخص تاريخية مهمة وهامة في هذه المدينة. بالنسبة لمحافظة نينوى، الحديث عن تاريخها هو الحديث عن تاريخ وحضارة العراق بشكل كامل منذ أقدم العصور، يعني من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصور التاريخية المتأخرة. محافظة الموصل تحوي تاريخ عريق، وذلك لاحتوائها على حوالي 1700 ل 1800 موقع أثري. معظم هذه المواقع الأثرية حوالي إلى 40 أو 50% من عندها منقب، ونتائج التنقيبات هي منتشرة آثارها ما بين المتحف العراقي ومتحف الموصل الحضاري. الفترات الزمنية والحضارية لحضارة محافظة نينوى تتمثل في حضارة العراق بأكمله. إذا تحدثنا عن حضارة العراق فنحن نتحدث عن حضارة محافظة نينوى، وإذا تحدثنا عن تاريخ وحضارة نينوى يعني أننا نتحدث عن حضارة بلاد وادي الرافدين بأكمله، أي أنها تجاوزت أعمار آثارها ومواقعها الأثرية حوالي 7000 إلى 8000 سنة قبل الميلاد. الآثار شيء مهم جدا. داعش استهدفت التاريخ والحضارة والآثار. مدينة محافظة نينوى ومدينة الموصل هي أم الآثار، يعني مدينة الموصل أو محافظة نينوى تضم مدينتين حقيقية أثرية مسجلة في سجلات العالم التاريخية، اللي هي مدينة الحضر التاريخية وأيضا مدينة النمرود الكبيرة جدا. الحضر أو عربايا مدينة تقع على بعد 110 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من الموصل في منطقة بادية الجزيرة، وهي مستديرة الشكل تقريبا، قطرها نحو 2 كيلومتر، يحيط بها خندق محكم الجانب وسور مدعب من 163 برج بعدد من القلاع. فهي من المدن الصحراوية التي نمت وازدهرت في ظروف خاصة ملائمة لوجودها في أماكن منعزلة واقعة على طرف البوادي المحاذية والفاصلة بين إمبراطوريتين عظيمتين، الرومانية والفرثية، اللتان اقتسمتا العالم القديم في القرون الأولى للميلاد، في العصر الذي أطلق عليه المؤرخون العرب عصر ملوك الطوائف. ومن أهم معابد مدينة الحضر معبد الشمس، المعبد الكبير، الأواوين المتسقة، خلوة الشمس، المعبد المربع، معبد شحيرو، معبد سمية، معبد مرن، معبد السقايا. الحضر مدينة أثرية وحضارية جميلة جدا، وتعتبر كذلك من المناطق السياحية، ويأتي إليها المثقفون والشعراء والأكاديميون من جميع الدول العربية، وهي من المناطق الصحراوية في نينوى، وكانت تسمى أيضا باسم عربايا نسبة إلى العرب، وعرفت أيضا بمدينة الشمس، وكان يوجد فيها معابد مثل معبد الشمس ومعبد المربع، وهي مدينة واسعة مبنية بالحجر والحلان ومزينة بزخارف وتماثيل، وتبعد عن الموصل تقريبا 110 كيلومتر. وهناك مكانات أثرية كبيرة جدا، أنا لا أعتقد أنها تعوض، يعني على مرور التاريخ حكومات ديانات كل شيء جاء إلى هذه
المناطق، لم يستهدف الآثار أبدا، لم نرى أبشع من داعش على مرور التاريخ في استهدافه للأحياء والأموات، للحضارة وللتاريخ، للمستقبل، لكل شيء. ومن ضمن ما استهدف هذه الجهة المهمة اللي هي الآثار. مدينة نمرود الأثرية أو كالح، نمرود ثاني العواصم الآشورية بعد آشور، تقع أطلالها على مسافة 37 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من مدينة الموصل. ورد اسمها في الكتابات المسمارية باسم كالح أو كالحو، وكذلك في التوراة والمصادر الإسلامية. كشفت التنقيبات عن بقايا تخطيط المدينة العام وتحصيناتها الدفاعية، وهي القلعة الأكروبوليس وأهم أبنيتها البرج المدرج الزقورة، المعابد مجمع أزيدا ومعبد نابو، قصر الملك آشور ناسروبال الثاني القصر الشمالي الغربي، قصر أددناري الثالث والقصر المركزي، وقصر القلعة والقصر المحروق، حصن شلمنصر الثالث، المدافن الملكية وكنوزها الذهبية. مدينة النمرود هي من المناطق الأثرية الجميلة في مدينة الموصل، وتسمى أيضا باسم كالح. تبعد عن الموصل تقريبا 37 كيلومتر، ويوجد فيها آثار مثل الثور المجنح وأيضا برج مدرج يسمى الزقورة، ويوجد فيها معابد، وكذلك يوجد فيها قصر الملك الآشوري، وأيضا فيها القلاع ومدافن للملوك. تعتبر النمرود من المناطق السياحية والأثرية المهمة في مدينة الموصل، وتعتبر عاصمة للآشوريين لأن لها موقع أثري مهم. أنا أعتقد أنه قبل أن يبدأوا بعملية تفجيرها سرقوا كثيرا منها، وهم يعرفون، لديهم خبراء من العالم موجودين يعرفون قيمة هذه الآثار، سرقوا كثير منها قبل أن يتم تهديمها. إذا ما لاحظت عملية التفجير وعملية الهدم كانت للأجزاء التي لا يستطيعون أن يحملوها. بعد احتلال عصابات داعش الإرهابي بتاريخ 10/6/2014 مدينة الموصل، قامت بسرقة وتهريب الآثار لغرض تمويل عملياتهم الإرهابية في العراق، فضلاً عن تهديم وتدمير تماثيلها ومعابدها، علماً إنها من المواقع المسجلة على لائحة التراث العالمية. We'll be right back.
كان تركيز هؤلاء الأبواش على تدمير هذه الحضارة وقطع أوصالها من خلال التفجيرات لكل المواقع الأثرية وكل المواقع الإسلامية وكل المواقع التراثية في داخل هذه المدينة. قد سرق هؤلاء الأبواش الدواعش عدد كبير من الآثار الموجودة هنالك، وتم تهريبها وسرقتها لغرض التمويل لعملياتهم الإرهابية والهمجية في هذه المدينة. لم يختصر العمل الدواعش على هذه القضية، بل ذهبوا إلى الشواخص الأثرية المهمة في مدينة الحضر وقاموا بعملية تلغيمها وتفجيرها تماما، وثم إلى مدينة نمرود حيث قاموا بعملية تفجيرها والقضاء عليها، وقبل ذلك قاموا بعملية تهديم وتحطيم كل الآثار الموجودة في متحف مدينة الموصل التي تقدر بأكثر من 91 قطعة أثرية مهمة كانت شاخصة، ما عدا الآثار التي كانت موجودة داخل هذه المخازن، مخازن المتحف الموصلي. الكثير من الآثار الأصلية دمرت، وبعض الآثار هي بديلة، أي أنها آثار مصنوعة من مادة الجبس، وبعض الآثار الأخرى مرممة بالجبس وهي جزء منها أصلي أيضا. تسألني أنه ماذا بعده؟ ماذا بعد يعتمد؟ أنا قلت أنه اللي موجود بالموصل حضارة إنسانية، لازم كل المجتمعات، مجتمع العالمي، المجتمع الإنساني، منظمات، البروتوكولات، الاتفاقيات ما بين الدول في سلامة الإرث الحضاري للشعوب أن تتحرك بهذا الاتجاه، أنه ماذا بعد هذا الخراب وهذا الدمار؟ ما هي الخطوات؟ ما هي الإجراءات؟ التنديد لا يفيد، احنا كنا نعرف لا التنديد ولا البكاء ولا العويل على الآثار مستحيل يفيد، وإنما لازم تكون هناك خطوات جريئة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل منظمة اليونسكو، ولا نكتفي بالإعلانات والإصدار الإعلانات، ولكن نريد أن تكون وقفة جدية من العالم، باعتبار أنهم ينتمون، كل العالم استفاد من الحضارة العراقية. مسألة الآثار مسألة مهمة، أنا أعتقد لم يسلط عليها الضوء بصورة صحيحة من قبل الحكومة العراقية ولا حتى الحكومة المحلية في حينها التي كانت موجودة، رغم كل المصائب، ولكن أنا أعتقد هذه من المصائب الكبيرة جدا، قد يعني لا تختلف عن قتل البشر، يعني هذا التاريخ وهذه الحضارة. هزني كلش الانفجارات اللي صارت في محافظة الموصل العزيزة أم الربيعين، المحافظة الغالية على قلوب كل العراقيين ولها خصوصية في قلوب كل العراقيين، هي محافظة لها تاريخها، لها حضارتها، لها امتدادها ومثقفيها وأدباها ونخبها الراقية. حقيقة هزنا كلش هذا التفجيرات اللي تمثل رصيد قوي تاريخي، رصيد آثاري، الكل كل الدول تتباهى وتتفاخر في هذه تراثها وإنجازاتها وحضاراتها. حقيقة احنا العراق ابتلى
ابتلي بناس يعني كان بلاء وأمراض سرطانية، ضربت الجسد العراقي، نخرت الجسد العراقي، ضربت بكل يعني ضربت بدون تمييز كل فئات الشعب العراقي. حقيقة هذا يؤلمنا كل الألم، وإحنا حقيقة نستنكر ونجب هيشي تصرفات السيء إلى تاريخنا وحضارتنا وإلى أبناء الموصل الخصوصية، أبناء بلدنا العزيز الغاليين. حقيقة إحنا نستنكر صمت المجتمع الدولي أزاء هيشي جريمة كبرى. هذا صور جريمة إبادة بحق ناس جاءوا من خارج الحدود لا يمثلون العراقيين. التفجير اللي يقومون به هو أولا يسرقون الآثار الصغيرة والأحجامها وسط، ويفجرون المعابد أو المناطق اللي هي معلم تاريخي كصورة على أساس أنه شنو أذني يدعون بها إسلام أو ربطه. أنا بري منهم الإسلام، لأنه أصلا تكوينهم وتمويلهم يهودي ما له علاقة لا بالإسلام ولا بالسنة ولا بالمسلمين. الآثار عندما دمرت الوضع العراقي والاقتصادي بالنسبة لنا كمواطنين نحسب له أنه انهار كليا، لأنه هذا أرث عراقي منذ آلاف السنين، ونحن كعراقيين تألمنا تألم كامل إلى هذا التهديم. الصرح عراقي هو حقيقة. نحن الآثار هي قيمة حضارية للبلد، وواجهة البلد هي بالحضارة. إذا أنت ما عندك حضارة إيش عندك؟ أنت بما تواجه العالم؟ إحنا نحرص على آثار حضرموت وآثار بابل وغيرها وغيرها، بس هم ذولا شنو يردون على مود ينهون حضارة البلد من 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 قح. متحف الموصل الحضاري. تأسس متحف الموصل الحضاري سنة 1952 ميلادي، وكان يشغل بناية البهو الملكي الواقعة بمدينة الموصل غرب دجلة، والتي شيدت سنة 1940 ميلادي. كان يضم في بدايته قاعتين للعرض تحتويان على قطع معروضة من مدينتي نمرود والحضر، إلا أن ازدياد أعداد القطع الأثرية عن طريق البعثات التنقيبية أدى إلى التفكير بإنشاء بناية جديدة للمتحف لاستيعابها، وكان ذلك سنة 1973، وهي مجاورة للبناية القديمة بواقع ثلاث قاعات كبيرة للعرض، وهي الآشورية والحضرية والإسلامية. فيما خصص الطابق العلوي لعرض القطع الأثرية من عصور ما قبل التاريخ، إلا أن التدمير الأكبر كان على يد عصابات داعش الإرهابية التي قامت بتاريخ 26 شباط 2015 بتحطيم أغلب التماثيل والقطع الأثرية المعروضة في قاعات ذات الحجم الكبير الذي يصعب سرقتها. بعض الجهات اللي موجودة أو الآثار الموجودة كانت في المتحف كأن يكون هي صب تختلف عن الشيء الأصلي، حتى من طلعت ظهرت بالإعلام، ظهرت واضحة خبراء الآثار قالوا بأنه هذه ليست بالأصلية، الأصلية هي سرقت وذهبت إلى الجهات. نحن بدورنا سوف نخاطب اليونسكو لمحاولة والأمم المتحدة لمحاولة إعادة هذه الآثار العراقية. التاريخ على مر التاريخ كان هناك سرقات للآثار سواء كان من مصر أو من اليونان أو من العراق، هذه الجهات الغنية بالآثار، وتم استردادها عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق الجهات الفاعلة في هذا الموضوع. قيام الداعش والداعشين بتفجير الآثار وسرقة الآثار العراقية الموصلية في هذه المرحلة حساسة، إنها مؤامرة إقليمية دولية عالمية مبرمجة وممنهجة من أجل محو و تدمير البنية التحتية العراقية وحضارة واستهداف حضارة وتاريخ وثقافة العراق برمته. فلهذا قمنا بإجراءات منها التعاون مع اليونسكو وتثبيت الآثار وكذلك الأضرار وكذلك المواقع وكذلك متابعة ومراقبة ومحاسبة الذين يقومون بمتاجرة على حساب أبناء الشعب العراقي بآثار العراقية، وخاصة في مدينة الموصل، هذه المدينة العريقة الغنية بحضارتها وبثرواتها والفقيرة بخدماتها.
فلهذا كان التعاون مع وزارة السياحة والآثار وكذلك مع هيئة الأمم المتحدة ومع اليونسكو ومع المعنيين بهذا الشأن في تحت قبة البرلمان ومع الدولة ومع الحكومة ومع المعنيين بشؤون الثقافة والحضارة من المؤرخين ومن المختصين بهذا الشأن. تهديم وتحطيم كل الآثار الموجودة في متحف مدينة الموصل التي تقدر بأكثر من 91 قطعة أثرية مهمة كانت شاخصة، ما عدا الآثار التي كانت موجودة داخل هذه المخازن، مخازن المتحف الموصلي. ويأتي هذا المتحف طبعا هو المتحف الثاني بعد المتحف العراقي ومتحف الناصرية، وهناك أماكن تراثية قاموا بعملية تفجيرها. هذه الهجمة أو هذه الضربة القاسمة للحضارة الإنسانية عموما لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال. كل ما يمكن أن نتمناه أن تكون الإرادة الصلبة لأهلنا في الموصل قادرة على حفظ ما يمكن الحفاظ عليه، لأن المعلومات ليست دقيقة في نسبة الدمار، مع أن الصور كشفت عن أن هنالك دمار حاصل في بعض المدن الأثرية، محاولة تشويهها، محاولة تغييرها، محاولة هدم بعض الشواخص فيها، يضاف إلى ذلك نهب ممتلكات المتحف هناك، الاعتداء على الكنوز الموجودة في الأضرحة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصف مثل هذا العمل الذي طال الآثار والمواقع التاريخية والتراثية في مدينة نينوى، لا يمكن أن يوصف إلا بالفعل البربري، الفعل الهمجي الذي لا يمت لا لدين ولا لأي مبدأ من مبادئ الشرف أو النزاهة أو الغيرة. نحن في العراق خزيننا هو التاريخ، حضارتنا هو التاريخ، وشواهد التاريخ الموجودة في نينوى هي التي تدل على عمق تاريخنا وتراثنا وحضارتنا. ما المقصود من تهديم هذه الشواهد؟ هو تحطيم للتاريخ وتحطيم للحضارة. الآثار العراقية انقسمت قسمين، ما بعضها سرق وتم تهريبه إلى الخارج، هذا ممكن إعادته لأن مو صعبة أنه يتم من خلال المنظمات الدولية أن تعيده، ولكن الآثار التي دمرت بفعل يعني بفعل تخريبي، يعني مثل على سبيل الفرض الثور المجنح اللي تم تدميره، هذا بعد صعب إعادته. حتى من المنظمات الدولية بعد ما تستطيع أن تعيد الآثار العراقية، لأن هذه الآثار العراقية أغلبها ما لم تأخذها متاحف. الاحتلال الداعشي للموصل أثر تأثير سلبي مو فقط على الحضارة، فقط يعني على الموصل بكل النواحي الاجتماعية والاقتصادية. وإحنا إذا طرقنا على مواضيع الآثار، فالآثار اللي تدمر أعتقد اللي هي عمرها أكثر من 2000 و3000 سنة، ما أعتقد راح تعوضها أي دولة، حتى لو كان موجودة الآثار الأصلية الثانية اللي موجودة متحف اللوفر أو برلين، بس الأصلية اللي موجودة بالموصل واندثرت وراحت راح تأثر بأنه الأجيال الجاية ما تشوف بأنه الموجود بالموصل. اشتهرت مدينة الموصل بتعدد الفنون فيها، ومن أبرزها فن النحت الذي تجسده مجموعة من التماثيل الموزعة بشوارعها وميادينها، إلا إن عصابات داعش الإرهابي جردت المدينة من كل مظاهر الفن، وبدأت جرائمها بحقها منذ الأيام الأولى لاحتلال الموصل، فتهاوت الصروح الواحدة تلو الأخرى. أقدمت عصابات داعش بتاريخ 19 حزيران 2014 على تحطيم التماثيل، ومنها تمثال الشاعر أبو تمام الذي يقع في شارع الكورنيش غرب نهر دجلة، وتلاه تمثال الشاعر المتصوف والموسيقار عثمان الموصلي، حيث قامت عصابات داعش الإرهابية بتدميره في 20 حزيران 2014. هدموها اليوم تدل على حقد لكل ما يمت بصلة للعراق، مو بس الحاضر والمستقبل بل حتى الماضي. ليش؟ لأن باشر عقبه حتى هذه الأطفال من أو الجيال القادمة حتى تشوف هذه، هم من هدموها بعد من راح من يشوفها بعد
شلون تنقل صورتها، فقد ما تكون الصورة جميلة ما تكون واضحة مثل ما شيء موجود على الأرض. ما هدموها يعني ماديا، لكن ما هدموها معنويا، يعني هم يجوز سقطوا العراق ماديا، بعض المحافظات سقطوها ماديا لكن ما سقطوها معنويا، والدليل أنه يعني أهل الأنبار أهل الموصل من يشوفوهم من طلع ما تغربوا طلعوا خارج القطر، لأنه ما داخل القطر بالعكس هم ألفوا بين الشعب. واقع مؤلم عاشته محافظة نينوى، ولا تزال تعاني من الأساليب التي تمارس ضدهم من قبل خفافيش الظلام، وهي أسيرة إلى هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة من برنامج عين الموصلية.